بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مريم الحجيوج أغا، خبيرة داء السكري من إنجلترا. في إطار سلسلات من فيديوهات اللي كندير باش ندخلو في واحد تحدي داء السكري، اليوم غادي نهضر لكم على واحد الموضوع اللي هو مهم جدا واللي كنعتمدوا عليه لضبط نسبة السكر في الدم، وهو نقص في الوزن. ولا نقصوا من الوزن بطبيعة الحال غادي يساعدوا الجسم ديالهم باش ينقص الخزان ديال السكري كذلك. اذا بسم الله على بركة الله، فهذه الخطوة هذه نورمالمون خصنا نديروا واحد وقفة للتأمل، يعني الانسان يوقف مع راسه ويسول راسه عدة أسئلة، وهذه الأسئلة هذه غادي تساعدوا باش يا إما يتحمس ويدخل معنا في المغامرة ديال التحدي ضد داء السكري، ولا غادي يحبس. السؤال الأول اللي خصنا نطرحه على رأسنا هو لماذا نريد ضبط مرض السكري ونقص في الوزن في هذا الوقت هذا بالذات. السؤال الثاني هو ما هي نسبة الخزان المرجوة، يعني حسب القدرة أو الاستطاعة ديال الإنسان، يعني الإنسان ماشي بالضروري أنه غادي يمكن له ينقص في الخزان بواحد الطريقة كبيرة بزاف، ما يمكنش، لأن داك الشيء كله كيتطلب الإرادة قوية بزاف وكيتطلب بزاف ديال العمل. المهم خصنا نسطرو شنو الهدف ديالنا، فين باغي نوصلو، وكذلك شنو الحاجة اللي هي درناها من قبل، يعني شي تجربة درناها من قبل ونجحتنا، ولكن خصنا نتشجعوا باش ننفذوا داك التجربة هذيك بالذات. وعاد ثاني كاين سؤال اخر اللي خصنا نطرحوا على راسنا هو شنو فاتنا درنا من قبل ولكن ما نجحناش في تتبع ديال ديك الريجيم ولا ديك النظام اللي درنا. مثلا كان الريجيم قاصح شويه ما قدرناش عليه وتوقفنا على ديك الريجيم. سؤال اخر اللي خصنا نسولو راسنا هو شنو هو الدعم اللي غادي نحتاجو باش يمكننا ننفذو هذا التحدي، ولا واش هذا هو الوقت المناسب للغمار في تحدي الداء السكري، ولا ما كاينش تردد. كما لا يخفى على الجميع ان تخفيض نسبة السكر في الدم او تخفيض الوزن هذه صعبة بزاف، يعني ماشي سهل على اي واحد انه يمكن له يدخل في هذه المغامرة، لان انسان الله يحسن العون كلها وكيفاش المشاكل ديالو، كاين اللي ما يمكن له شي يستغنى على السكر بصفة نهائية. كما لاحظت في واحد التعليق واحد السيد مازال كيشرب في السكر، قالك ما يقدرش يتوقف على شرب اتاي بلا سكر، هذا خطر جدا. على العموم الانسان خصو يدير الاولويات، مثلا غتجلسوا غتشطروا واحد طابلو مثلا شنو هي الاولويات، شنو هما الخطط اللي يمكن لكم ديروها باش تسرعوا في المشاركه في هذا التحدي، هذه ضروريه ومؤكده. الا ما درناش هذا الشيء وما سطرناش شنو هي اللي ممكننا نديرو وشنو هي اللي ممكنناش نديرو، ممكنناش ندخلو في هذا التحدي بصفه نهائيه. كتبين الدراسات طبيعة الحال كل الحميات الغذائية لأن هي كتكون سريعة، يعني الإنسان ما يأكلش كاع في صفة نهائية الكربوهيدرات ولا السكريات وفي واحد مدة قصيرة قدر غير صحيح بصفة نهائية، وربما تقدر تكون عنده نتائج وخيمة جدا على الصحة، لأن الإنسان كيفقد الوزن بواحد الطريقة مهولة، كيوقع له ديهايدريشن، بزاف ديال المشاكل الصحية كتوقع. كذلك أكدت نفس الدراسات أن تخفيض نسبة الخزان أو الوزن التدريجي يكون أكثر فائدة للأشخاص على المدى الطويل، يعني الإنسان إلى خفض النسبة ديال الوزن ولا ديال الخزان واحد طريقة على المدى الطويل، مثلا 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور، ماشي في 3 أسابيع ولا في شهر يمكن له يدير هادشي كله، تتكون عندها بنفيت، يعني نتيجة مزيانة على المدى البعيد. وكذلك كاين دراسات اللي هي كتبين بان الاشخاص اللي هما مصابين بالسكري لا نقصوا ما بين 5 و10% من الوزن ديالهم كتخفض نسبه الكوليسترول والضغط الدموي، وكذلك كيتجنب من اصابه بمضاعفات السكري، وهذا هو الهدف ديالنا حنايا. ما خصناش نوصلوا لواحد الوقت اللي هو لا يمكن السيطرة على السكري بصفة نهائية وكيوقعوا في مضاعفات خطيرة جدا، وهذاك الشيء اللي بغينا نتفاداوه. إذا الإنسان إلا بغى يكون عنده السكري بالغد خصو ينقص ما بين 5 و10% من الوزن ديالو. غادي نديرو مثلا واحد طابلو آخر فيه
ماذا لو فشلنا في آخر هذا التحدي؟ يعني دخلنا في التحدي وما قدرناش نتواصلوا، يعني فعوت من فقد الوزن زدناه مثلا، فعوت من الخزان اللي انخفض لاحظنا بأنه ارتفع، شنو نديرو؟ إذا شعرت بالإحباط جراء عدم قدرتك على الحفاظ على نسبة معقولة من السكر في الدم أو وزن صحي، غادي نعطيكم واحد النصائح لنا زوينة محفزة وداعمة. أولا، إذا لم تحقق هدفك يعني إعادة اكتسابك أي وزن، يا يعني إما ارتفع ولا خزان كما قلنا زاد، لا تيأس، لأن هذا يحدث دائما حتى مع الخبراء التغذية بحالي أنا. حتى أنا بارفوا كان لاشي، يعني كنجبر راسي واخا كنعيا ما ندير في الريجيم وديك الشيء، كنلقى الخزان مثلا يا إما ارتفع يا إما ما يمكنناش نعرفوا الميتابوليزم ديالنا، يعني الجسم ديالنا شنو كيوقع فيه. يعني بارفوا كيكون قلق كيرتفع في الدم، الإنسان ما تيعرفش شنو كيوقع في داخل الجسم ديالو. ثانيا، غادي ننصح عليك تقبل هذه الانزلاقات السلبيه، لان الانسان كيتعلم من هذه التجربات. الا كانت تجربه فاشله خصنا نتعلموا منها بدل ما تخلينا نشعر بالاحباط. نصيحه اخرى هي ركز على الهدف، يعني انت كدير واحد المجهود جبار وباغي تخفض الوزن ديالك وباغي تخفض النسبه ديال الخزان ديالك، يعني غير هاد الإرادة هادي راه كافية باش تحفزك وتزيد القدام وتزيد المجهود ديالك باش تقدم في هذا التحدي. النصيحة الأخرى هي مهما كان هدفك من الضروري أن تناقشه مع طبيبك المختص. يعني إلا كنت غادي دير واحد الخطة غذائية معينة، الطبيب المختص كيعرف الحالة ديالك، يعني كيقلبك كيقلب لك التونسيون، الحساسية ديالك ديال الرجلين، أي حاجة، العينين مثلا، عنده الملف ديالك ديال الصحي، يعني هو عارف إلا مشات درت شي حاجة اللي هي ماشي مضبوطة ربما يتأثر عليك سلبيا، ويمكن له الله يستر يتوقع مضاعفات خايبة على الصحة ديالك. وهذا الشيء اللي ما بغيناش كاع في هذا التحدي، خصنا نوقفوا على النقط اللي هي تقدر تشكل لنا خطر على الصحه ديالنا وما نديروهاش. علاش كندير هاد التقديمات هادو؟ لانهم مهمين جدا. الانسان خصو يعرف راسو فين هو. كل مريض اي متحمس بانه باش يخفض الخزان، ولكن ماذا بعد؟ ماذا لو ان القضيه ديال الكيمياء اللي غنديرو ما غاديش تنفعنا، ولا ما غاديش تكون الصحة غادي تكون عندها البينيفيت على الصحة ديالنا؟ سو خصنا نتفاداو المشاكل الصحية ما بعد التحدي، وعاد ديك الساعة نشوفو شنو يمكننا نديرو، واش يمكننا نقرروا اننا ندخلو في التحدي ولا لا. وقلنا الهدف الاول اللي خصنا نديرو هو بلوغ الوزن الصحي. الوزن الصحي شنو هو؟ اللي كنعتمدوا عليه على جوج الحوايج. اولهما هو البي ام اي او مؤشر كثرة الجسم، يعني القياس ديال الوزن بالنسبه للطول. هذه كنتبعوا واحد الباريم ولا واحد الفورمولا ولا واحد المعادله. البي ام اي شنو هو؟ هو الوزن ديالك كما هو، غادي تقسموه على الطول مضروب طول، طول ميتبلي بار طول. على سبيل المثال، اذا كان وزنك 72 كيلوغرام وطولك 1.68 متر، شنو كدير؟ دابا باش تلقى البي ام اي خاصك دير 72 مقسومه على 1.68 متر ميتبلي ولا في 1.68 متر باش نلقاو البي ام اي. هذاك البي ام اي انا درت هاد سميتو هاد الجدول هذا باش نقول لكم كيفاش تقرا هاد البي ام اي، كيفاش غادي تحكم على الوزن ديالك، واش ناقص ولا مرتفع ولا صحي ولا هذا. اذا الا جبرنا البي ام اي ديالنا اقل من 18.5، هذاك راه ناقص في الوزن وخصو يرد باله من هذا النقص هذا. الا كان مثلا من ما بين 18.5 و 24.9، هذا البي ام اي ولا هذا المؤشر ديال كتلة الجسم، الوزن غادي يكون عندكم صحي. الا كان 25 29.9، غادي يكون عندكم الوزن زائد. اما الا كان 30 و35، غادي يكون بعدين. اما اكثر من 35 الله يستر غادي يكون سمين جدا، هادو كيكونوا في مرحله الخطر انهم غادي يكون معرضين لمضاعفات ديال السمنه والسكري وامراض القلب والشرايين وكثير من المشاكل. كاين
واحد الحاجه اخرى اللي خصنا نعتمدوا عليها هو المحيط ديال الخصر، يعني الكرش، السيرف كونفيرونس ديال الكرش، هذا مؤشر على توزيع الدهون في الجسم، هذا ضروري خصنا نعبروه ونعرفوا شنو هو. القياس كتخد غير من واحد الميزمون كما قلت لكم في الفيديو الاخر، كياخذ من كنبداو من السره وكندوروا على لي ميزورمون اكزاكتومون ديال الخصر. مثلا بالرجال اذا كان اكثر من 94 سنتيمتر في الخصر، هذاك غيكون في خطر متزايد لتعرض للاخطار ديال المضاعفات ديال السكري بصفه عامه. والنساء الا كان عندهم اكثر من 80 سنتيمتر كيكونوا في خطر متزايد، اما الرجال اكثر من 102 سنتيمتر في الخصر تيكونوا في خطر مرتفع جدا للاصابه بهذه المضاعفات ديال السكري. بالنسبه للنساء اكثر من 88 سنتيمتر كيكونوا في خطر ديال الاصابه بالامراض. لهذا خصنا نقصوا من هاد لي باغي هادو بي ما يخصو تنقص، ولا المحيط ديال الخصر خصو حتى هو ينخفض لمستويات اقل الا كنتو في هاد المراحل هادو ديال الخطر. الا كان اقل من هاد الشيء كيكونوا يعني مستويات مزيانه. اذا هذا هو الخطوه الثالثه من هاد التحدي ديال ضبط نسبه السكري في الدم. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم هذا اليوم، وشكرا على حسن المتابعة. كانت معكم مريم الحجيوج أغا، والسلام عليكم ورحمة الله.